بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب سهلا. إن شاء الله سوف نتحدث في هذا الدرس على العلاقة والدالة. العلاقة والدالة هذا درس هام جدا، ولا بد أن يأتي منه سؤال في الامتحان. مبدئيا، ما هي العلاقة؟ إذا وجد مجموعتين ولتكن مجموعة س 1 2 3 4 ومجموعة ص 2 4 6 8 10، وجدت ما بين العلاقة بين المجموعة الأولى والثانية. المجموعة الأولى العنصر 1، إذا ضربت في 2 هيدي 2. المجموعة الثانية 2 أضربه في 2 يدي 4، تالتة 3 في 2 ب6، 4 في 2 ب8. العشر ده مش موجود له قرين، مش لازم، ولكن أقدر أقول العلاقة س، العلاقة عين، بتأخذ عنصر من ألف اسمه ألف من المجموعة س. بناخد عنصر من ألف اسمه ألف من المجموعة س، يبقى نقول العلاقة ع هي علاقة من س إلى ص، وتكتب بالشكل ده ع من س لص، سهم كده وص ونقطتين هنا، يبقى العلاقة من س إلى ص. عايزين بقى نوصف العلاقة، بنقول إن العلاقة دي هي علاقة العناصر ألف اللي بناخدها من س ومجموعة العناصر باء اللي هناخدها من ص، تمام كده؟ يبقى العلاقة اللي عندنا هي علاقة عناصر ما بين س وبين ص، بتكتب بالشكل ده، العلاقة من س إلى ص، بحيث ان عندك السين ديت هناخد عناصر من سين ونسميها الف، دي الف واحد الف اتنين الف تلاتة الف اربعة، وعناصر من صاد 2 4 6 8 وهكذا بنسميها باء. والعلاقة بتكتب على شكل ازواج مرتبة بالشكل ده، الف وباء، علاقة العناصر ألف وباء، بحيث إن ألف تنتمي لسين وباء تنتمي لصاد. دي كده جزء من تعريف العلاقة. لسه بقى البيان، حاجة بنسميها بيان العلاقة، اللي بيبين لي أنا هختار العناصر دي بناء على إيه. البيان ده بنقول عليه بحيث ألف بتساوي نص باء، ده اسمه البيان اللي بيبين لي الأزواج ديت. يبقى هي مجموعة العناصر ألف اللي هناخدها من سين، مجموعة العناصر باء اللي هناخدها من صاد، بحيث إن ألف بتساوي نص باء. ممكن تكتب كده، هي العلاقة عين وألف تنتمي سين وباء تنتمي صاد، بحيث إن ألف بيساوي نصف باء. طيب تعالى بقى ننفذ إن ألف بتساوي نص باء، وتوفي لي الشروط دي. إن أنا هاخد العنصر ألف أحطه كمسقط أول، يبقى أنا بفتح زوج قوس مجموعة، وده الزوج الأول وهنا فصل. الزوج اللي إحنا عارفين إن الأزواج المرتبة بنكتب المسقط الأول والمسقط الثاني، وما ينفعش أبدل المسقطين دول مكان بعض، لأن معروف إن المسقط الأول دائما هيبقى من س، والمسقط هنا يعني، والمسقط الثاني دائما هيكون من ص في الحالة اللي قدامي دي. يبقى تعالى بقى يلا نجيب ننفذ الكلام ده. بيقول إن الألف نص باء، يعني أنت خدت الباء باتنين يبقى الألف نصها 1. طيب هناخد الباء بأربعة، نصها 2 يبقى 4 و2، بس الاتنين احطها كمسقط أول،
لأن أنا اتفقت إن عناصر سين هتبقى في الأول، عناصر صاد هتبقى في الثاني. طيب إيه كمان؟ يعني جربت الاتنين ولا أربعة؟ الستة قبل ما أكتب الزوج ده بشوف الستة نصها تلاتة، طب التلاتة موجودة في الألف، يبقى أه، يبقى آخد التلاتة والستة، تلاتة وستة. طيب إيه كمان؟ نشوف التمانية، نص التمانية كام؟ أربعة، يبقى تمانية ونصها أربعة، يبقى آخد الأربعة في الأول والتمانية في التاني، أربعة وتمانية. طيب إيه العشرة؟ نصها كام؟ خمسة. هل هنا في خمسة؟ مفيش، يبقى أنا مش هكتب هنا خمسة وعشرة. ليه؟ لأن الألف أو السين مفيش فيها عنصر اسمه خمسة اللي هو نص العشرة. يبقى كده أقفل القوس، وكده أنا جبت له بيان العلاقة اللي هو عين عين بيساوي. هنا بقى بيقول لك في المسألة إذا كانت سين وصاد مجموعتين وكانت العلاقة عين من سين إلى صاد، تعني أن ألف بتساوي نص السين، بحيث إن ألف تنتمي لسين وباء تنتمي لصاد، أوجد بيان عين، أو جبنا بيان عين. يبقى إيش المسألة؟ رأس المسألة بيتمثل في النقاط التي إذا كانت سين وصاد مجموعتين، تمام، وكانت عين علاقة من سين إلى صاد، دي الجملة التانية. أوجد بحيث إن ألف بيساوي نص باء. خلاص، يبقى أنت ممكن توضع المسألة بقى بنفسك أهي، إذا كانت س وص مجموعتين وعين علاقة بحيث إن عين من س إلى ص، يعني س مسقط أول، أو الأول هنا المسقط أول والثاني اللي بعد السهم مسقط ثاني، وبحيث إن ألف بتساوي نص باء. يبقى أنا فهمت ده اسمه بيان العلاقة. أوجد ايه العلاقة؟ انت على طول دي تعريف العلاقة بتاعتي اهو، التعريف العام بتاعها. يبقى الحل بتاعك هو ده، بتقول له ان عين بيساوي، بتنفذ الكلام ده بقى، تاخد من بقى عنصر لازم اكون الاقي نصه موجود في الالف، او من صاد عنصر لازم اجد نصه موجود في السين، فبيتوفر في كل دول ما عدا العشرة. العشرة نصها خمسة مش موجود في السين، بكتب الأزواج بتاعتي، يبقى أنا كده جبت بيان العلاقة، تمام كده. طيب جينا كده جبنا بيان العلاقة، تعالى بقى نمثل العلاقة دي بمخطط سهمي وآخر بيان. بيقول لي مثلها بمخطط سهمي، بتعمل مربعين مستطيلين بالشكل ده، بتضع في المستطيل الأول عناصر سين وتكتب عليه سين، والتاني عناصر صاد تكتب عليه صاد. عناصر سين واحد اتنين تلاتة أربعة، وده اتنين أربعة ستة تمانية عشرة. وبعد كده بتاخد سهم من واحد إلى اتنين، ومن اتنين لأربعة، من كل حاجة للي العنصر اللي بيتساوي أو اللي بيتوازيه، وصاد ل 8 وال 4 ل 8 وال10 ما فيش لها. ده اسمه مخطط سهمي. شفت انا خططته باسهم. طيب بعد كده اقول لك مخطط بياني. بياني اللي هو بياخد شكل الرسم بياني افقي وراسي. في الافقي معروف بعمل السين، وفي الراسي بعمل الصاد. في الأفقي عندي واحد اتنين تلاتة أربعة، هنا ستة، هنا تلاتة اتنين أربعة ستة تمانية عشر. بنعمل أسهم خطوط كده من كل قبل كل حاجة خط بالشكل ده، قبل كل رقم خط كده، وهنا قبل كل رقم خط كده اهو. طيب النقط اللي انا هاخدها بقى هي اللي هتمثل لي البيان. النقطة دي ادي نقطة، النقطة دي كده واحد مع اتنين، اتنين مع اربعة، تلاتة مع ستة، اربعة مع تمانية.
وكده مثلنا بمخطط سهمي وبآخر بيان. طيب عايزين بقى ندخل على حاجة اسمها الدالة. تمام كده فهمنا العلاقة، هناخد بقى حاجة اسمها الدالة. يعني ايه دالة؟ الدالة هي علاقة بسهولة خالص اهي زائد شرط. ايه هو الشرط؟ العلاقة عرفناها، الشرط ان لو انا اخذت المجموعة الاولى اللي جينا نمثلها بمخطط سهمي بالشكل ده، وده المجموعة التانية، الاولى دي هسميها مجموعة الابناء ماشي، ودي مجموعة الامهات تمام. هل لو عندي هنا 1 2 3 4، هنا ألف باء 6 5 جيم، أي عناصر دي أبناء ودي أمهات؟ هل بتجد في الحياة ولد ملوش أم؟ لازم جميع الأولاد دول، جميع الأبناء دول يظهر لهم أمهات، لازم تمام كده. هل ممكن تجد أم ملهاش ابن؟ آه مش مشكلة عادي. هل ممكن تجد أم لها أكثر من ابن؟ آه عادي، لكن أهم حاجة لازم أجد إن كل ابن له أم، لازم دي. فمثلا لو أنا أخذت الشكل ده كده، أدي سهم طالع كده، وأدي سهم طالع كده، وأدي سهم طالع كده، هل دي تبقى دالة؟ لا ما هيش دال، بسبب ان الابن ده ملهوش ام، يبقى دي ليست دالة، بسبب ان الاتنين لما حاجة تبقى بقى مساقط، لما حاجة تبقى ازواج، يبقى نقول الاتنين لم تظهر كمسقط اول. لا تمام. تعالى بقى نشوف واحدة تانية، أدا سين وأدي صاد، الأبناء الأمهات 1 2 3 4 5 7 8 ألف. التقيت إن هنا شايف ابنه راح الأم دي، وده راح الأم دي، وده له أم، وده له أم، وده هو له أم. يبقى هنا تجد إن الابن ده ظهر له أمين، يبقى إذا دي ليست دالة، بسبب إن الابن ده هو اللي هو الأحمر ده له أم اللي هي 5، وله أم اللي هي 7، يبقى دي برضو ليست دالة. إيه السبب؟ لأن قالك 1 ظهر لما حاجة اكتبه، هكتبه 1 و5، وده 1، وده 2، 1 و7. شوفوا ظهر كمسقط أول كم مرة؟ مرتين، لأن 1 ظهر كمسقط أول مرتين، علشان كده دي ليست دالة. ودي ليست دالة ليه؟ لأن الاتنين مش هيظهر، هيظهر مع مين؟ مع فاي، مفيش حاجة، يبقى ده مش هيظهر. كل دول هيظهر 1 مع 2 3 مع 2 4 مع 6 عادي. طب ناخد مثال آخر ثالث، دي السين دي الصاد، 1 2 3 5 7 ألف. بتجد إن الواحد ده بيروح كده، الاتنين راح كده، التلاتة راح كده، إيه المانع؟ مفيش مشكلة. يبقى كل العناصر اللي هي في السين ظهرت كمسقط أول، مش مهم لهم أم واحدة والأمهات التانية ما خلفتش، مش مشكلة. يبقى دي الوحيدة اللي دالة. إيه السبب؟ لأن جميع، هي القاعدة بتاعتنا بقى اللي هو الشرط اللي هو نقول عليه، يبقى الدالة هي علاقة زائد شرط، الشرط هو هيظهر معايا بقى دلوقتي أهو، يبقى دي دالة، لأن جميع الشرط عناصر سين
ظهرت كما ساقط أو أولى مرة واحدة. يعني كل عناصر سين ظهر، كل واحد فيهم ظهر مسقط أول مرة واحدة، ما يظهرش مرتين، لازم يظهر بس مرة واحدة. نشوف كده نكتبه، هيبقى 1 و5 و2 و5 و3 و7. كده فعلا كل عناصر سين 1 و2 و3 ظهرت كمساقط أولى مرة واحدة. طيب لو التقيت دالة بالشكل ده، عشان ما حد ما يقولش ليه دي مش دالة، مثلا نفس الكلام 1 و2 و3 5 7 ألف نفسها يعني هيت، والتقيت الواحد مثلا راح للسبعة، الاتنين راح للخمسة، التلاتة راح للألف، دي كمان دالة. ليه؟ لأن عناصر المجموعة الأولى ظهرت كمسقط أول مرة واحدة، جميع عناصر المجموعة الأولى اللي هي سين ظهرت مرة واحدة كمسقط أول. هنشوف بقى، واحنا هنا هنشوف حاجة اسمها المجال، المجال المقابل المدى. المجال ايه هو؟ المجال، المجال هو جميع عناصر س، ودي بيبقوا لمين؟ التلاتة دول للدالة، وهتجيبه لي للعلاقة، يعني ما تقولش دي لها مجال، دي علاقة وليست دالة، ديت علاقة وليست دالة، يبقى دي ما تجيبش لها لا مجال ولا مدى ولا مجال مقابل. اما بجيب المجال والمدى والمقابل، المجال مقابل من لمين؟ للدالة، سواء دي او دي. طيب نشوف دي المجال بتاعها بيساوي مين، اللي هو المجال اهو مجموعة الابناء كلها، اللي هي 1 2 3. طب المجال المقابل اللي هو مجموعة الايه؟ الامهات كلها. مجال المقابل اهو مجموعة الأمهات كلها، مجال مقابل اللي هي 5 7 ألف. طب المدى، المدى مجموعة الأمهات اللي خلفت بس، اللي هو مين؟ الخمسة. يبقى المدى في ديت في الدالة دي بيساوي 5. خلاص كده. هنا بقى المدى، المجال مين؟ 1 2 3. مجال مقابل 5 7 8، الاتنين زي بعض، بيختلفوا في المدى. المدى هنا بقى مين؟ هيبقى 5 7 8، لأن دي كلها أمهات أنجبت. خلاص كده. يبقى إذا الشرط اللي عندي إن يكون جميع الأبناء لهم أمهات، ومفيش ابن له جوز أمهات. خلاص كده، دي الدل. هندخل بعد كده على حل تمارين إن شاء الله، وهنهتم في حل التمارين بالتمارين الهامة فقط، اللي هي بتبقى في نهاية التدريب هنهتم بها بس، والباقي اللي عاوز حاجة يبقى يقول لي في التعليقات إن شاء الله. بقى هنبدأ دلوقتي في حل تمارين اللي هي تمارين الوحدة، اللي هو الجزء الأخير من التمارين. اللي هي سابعا ثالثا في تمارين كتاب المعاصر. اللي هي مسائل متنوعة. طبعا المسائل كلها بتتكون من علامة، كم علامة كده؟ علامات التذكر وعلامات التفكر وعلامات التطبيق. فالعلامات الصفرة دي هي علامات التطبيق. فاحنا عايزين بقى نطبق المعلومات اللي احنا درسناها. ايه هي المعلومات ديت؟ بتقول اذا كانت س سالب 2 و2 و5 وص 3 و7 ول، وكانت ع دالة من س الى ص، حيث الف ع باء تعني ان باء بتساوي الف تربيع ناقص 1، لكل الف تنتمي لس وباء تنتمي لص، اوجد قيمة لام. طيب الوقت انا عندي ايه؟
عشان اجيب قيمة لام. هو بيقول ان سين 2 و سالب 2 و2 و5 صاد 3 7 لام. البيان بتاعي هو بيقول لك الف عين ب، يعني دي علاقة من الف اللي بتقع مسقط اول وب مسقط تاني، تعني ان ب تساوي الف تربيع ناقص واحد. هنشيل بقى الالف، الالف هناخدها من سين، هي من سين على صاد. لو انا اخدت سالب 2 وعوضت هنا هتبقى 4، شيل واحد يبقى 3، يبقى سالب 2 اول زوجة اهو و3، يبقى اقول له عين بتساوي قد القوس بتاع المجموعة فاصلة الزوج التاني. هنشيل 2 وعوض هنا، 2 في 2 ب 4، شيل واحد يبقى 3، يبقى 2 و3 اهي، 3 موجودة هنا. يعني خدت سالب 2 طبقت عليها ايه البيان، القاعدة بتاع البيان، عوض 2 في 2 سالب سالب موجب، 2 في 2 ب 4 شيل واحد يبقى 3. هناخد 2، 2 في 2 ب 4 شيل واحد يبقى 3 برضو، يبقى سالب 2 تدي 3 و2 تدي 3. طب الخمسة، 5 في 5 ب 25، شيل واحد تبقى 24، يبقى 5 و24. معنى كده ان لما يكون عندي، لما باجي اكتب البيان بتاعي اهوت والعلاقه جبتها اهيت، يبقى ايه المفروض؟ اللام هنا يحل محلها كام؟ انت خدت الخمسه مع 24 اللي هي المفروض لام، لان سالب 2 ظهرت مع الثلاثه والاتنين ظهرت مع الثلاثه، مع الثلاثه برضو. الخمسه لو كانت ظهرت مع السبعه تبقى خلاص، لكن لا، هي ما ظهرتش مع السبعه وظهرت مع رقم تاني، يبقى اذا اللام هي الرقم اللي ظهر ده اللي هو 24. خلاص، هو كده بيقول في الداله دي عاوز ايه؟ اوجد قيمه لام. اهو جبنا لام اهوت. مثل عين بمخطط سهم، مثل العلاقه يعني بمخطط سهم، يبقى ده مخطط سهمي. هنا سالب 2 2 5 اللي هو السين دي. طب التانية بقى 3 و7 مش هنقول لام، و24 سالب 2 مع 3 2 مع 3 وال5 مع 24. خلاص، يبقى انا جبت له لام، ده لام بتساوي 24. نقول بما ان 5 و24 تنتمي لعين، اذا لام بتساوي 24. دي حل الجزء الاول، ما التمثيل اول. ننتقل بعد ذلك للسؤال رقم 27. اذا كانت سين صاد، عن اهي قدامك سين صاد، فبين اي العلاقات الآلية تمثل دالة من سين لصاد دالة. طيب احنا قلنا ان الدالة عبارة عن ايه؟ ان جميع عناصر سين تظهر كمسقط اول، وعناصر صاد هيظهر منها او كلها كمسقط ثاني. الف عين واحد ب، يعني العلاقة رقم واحد عين واحد. نظهر بقية السؤال اهو، بيقول لك ان العلاقة عين واحد عاملة ايه؟ ألف عين واحد ب تعني إن ألف بتساوي ب تربيع. يلا نجيبها، أدي الأزواج المرتبة اللي هعملها. أنت بتاخد مين يا عمنا؟ بتاخد ألف تربعه يدي لك مين؟ بتاخد الباء تربعها يديك الألف. طب الباء أول حاجة في الباء صفر، ربعها تدي صفر، ماشي صفر وصفر. طيب اتنين ربعها تدي أربعة، منساش احط في اللي باخده من سين في الاول واللي باخده من صاد في التاني. اهي مش فاهم؟ خلي بالك تاني فاهم. هو بيقول لك ان ا تساوي ب تربيع، يعني لما تربع اللي هتختاره مع دي، تختار عدد ايه اللي هتختاره في التاني اللي هو الباء، تربعه يدي لك الالف. اهو 2 في 2 ب 4، ما هو بيقول الف بتساوي ب تربيع، يعني اللي هتحطه في المسقط التاني تربعه يديك المسقط الأول. فهمنا كده؟ ناخد الأربعة، تشوف الأربعة كده
هات 4 يديني كام؟ 16. يبقى هنا 4 هنا 16. ب تربيع بتساوي ألف، ب تربيع بتساوي ألف. طيب دي الدالة، نشوف كده 0 و4 و16، 0 4 و16 كل واحد فيهم ظهر كمسقط أول، يبقى دي دالة. خلاص كده دي دالة، هو بيقول ممثل بين أي العلاقات الآتية تمثل دالة، خلاص يبقى دي دالة. طب عين اتنين، ادي عين اتنين، تعال نجيب ألف عين اتنين ب، بتعني ان ألف بتساوي جذر ب، يعني انت بتاخد ب تجيب جذرها، يدي لك ألف هيديني مين؟ هل ب هي ب بكام؟ باتنين. هل جذر اتنين بيساوي اربعة؟ لا طبعا. هل جذر اربعة هيساوي 16؟ لا طبعا. هل جذر صفر بيساوي صفر؟ صفر وصفر. مفيش غير كده، يبقى دي ليست دالة. طيب عين تلاتة، ألف عين تلاتة بقى، تعني نص ألف بتساوي بقى، أنت بتاخد ألف وتضربها في نص، المفروض تساوي بقى صفر في نص بصفر، ماشي يبقى صفر وصفر. أربعة في نص باتنين، يبقى أربعة واتنين، ما اضرب النص في الألف، أدي الألف بستاشر في النص بتمانية، ديت مش موجود، نص ستاشر تمانية، المفروض آخد ستاشر وتمانية، طالما تمانية ماشينا هيبقى مش هتبقى زوج المرتب عندي، يبقى دي برضه ليست دالة. خلاص كده ننتقل للسؤال اللي بعد كده. سؤال 28 بيقول إذا كانت عين علاقة على مجموعة الأعداد الطبيعية طاء، العلاقة بتاعتنا موجودة مين؟ على طاء اللي هي بتبدأ من صفر إلى ما نهاية، صفر واحد اتنين تلاتة، حيث أ عين ب، تعني إن أ في ب باتناشر، أ في ب بتساوي اتناشر، لكل أ تنتمي لطاء وب تنتمي لطاء. إذا كان س علاقة على أربعة، فأول قيمة س، هو بيقول أ عين ب تعني إن تضرب الأ في الباء تبدأ اتناشر، ايه اللي هنا احطه؟ اضربه في الاربعة دي 12، يبقى س ب 3، اضرب 3 اي أرب س في 4 بتساوي 12، اقسم هتديك س ب 3. تمام. طب ص في 3 ص، اضرب ص، مش بتضرب المسقط الاول في الثاني، ص في 3 ص بتساوي 12، عشان تحلها بسهولة 3 ص تربيع بتساوي 12، اختصر على ال 3 في الاربعة، يبقى ص بتساوي زائد او ناقص جذر الاربعه 2، يبقى ص بتساوي يا زائد 2 يا ناقص 2، لكن هو اعطيني شرط، بيقول لك علاقه من الاعداد الطبيعيه، السالب 2 ماشي في الاعداد الطبيعيه، يبقى اذا ص في الحاله بتاعتنا دي بتساوي 2 وسالب 2 مرفوض لانه لا ينتمي، لا ينتمي لطاء، عايزين لا ينتمي لطاء. السؤال بعد كده 29، إذا كانت عين علاقة من على مجموعة الأعداد الحقيقية المجابحة، مجابحة إيه؟ موجبة، حيث س عين ص، تعني إن ص تربيع بتساوي 2 س، يعني تربع المسقط الثاني تلاقيه بيساوي ضعف المسقط الأول، لكل س تنتمي لحاجة موجب وص تنتمي لحاجة موجب، وكان كل من الأزواج المرتبة التالية ينتمي لبين عين، كل الأزواج دي بينتمي بأوجب قيمة كل من أ وب وج ودال. طيب إحنا قلنا هنضرب، نربع الأول، نربع نضرب الأول في 2 يبقى 2، ونربع الثاني، الثاني مربعه كام؟ 4، مربع الثاني بيساوي 2 في الأول، 2 أ، يبقى إذا أ بتساوي اقسم على الاتنين تدي لك اتنين، جبت له أ وعاوز أ وبقى وج، يبقى أنا جبت من هنا أ، أ طلع باتنين، اتنين أهي، عايز تأكد ربع دي واضرب دي في اتنين يساوي بعض، هتربع دي تضرب دي في اتنين، هنا اتنين في س يبقى اتنين في اتنين على تسعة بتساوي ص تربيع اللي هي ب تربيع،
يبقى إذا 2 في 2 بأربعة، على 3 على 9 بتساوي باء تربيع، يعني باء بتساوي زائد أو ناقص 2 على 3. هو قال لك إيه؟ إن الألف والباء ينتموا إلى حاء موجبة. يبقى إذا باء بتساوي 2 على 3، وباء بتساوي -2/3 مرفوض، لأنه سالب يبقى دي باء. جيم برضو هتربع 3، 3 في 3 ب9، هتساوي ايه؟ 2 في جيم تساوي 2 في س اللي هي جيم. يبقى اذا جيم بتساوي 9/2 بتساوي 4.5. د الاخير عايزين نجيب منها، ها د هنربع الدال، يبقى 3 ص تربيع اللي هي د تربيع بتساوي 2 في 9/32 بتساوي 9/16، يعني د هتساوي زائد او ناقص 3/4. يبقى د بتساوي 3/4، وده بتساوي -3/4 مرفوض، لان احنا بنشتغل على ح موجبه، الاعداد الحقيقيه الموجبه. شوف بعد كده السؤال التالي، هو رقم 30. اذا كانت س 1 0 -1 وكانت عنوان علاقه المعكوس الجمعي، يعني نجيب كده على عين واحد علاقة على المعكوس الجمعي على س، وعين اتنين على قسم معكوس الضربي. عين واحد نجيبهم الأول كده، يلا عين واحد علاقة المعكوس الجمعي، واحد معكوسه الجمعي مين؟ -1، الاتنين موجودين يبقى 1 -1، الصفر وسالب صفر، -1 والواحد، خط ده جبت معكوس الجمعي ايه ده؟ ده معكوس الجمعي ده، ده معكوس الجمعي ده، ده دي عين واحد. طب يلا هات لي عين اتنين، علاقة المعكوس الضربي على سين، عاوزين نجيب عين اتنين اللي هي علاقة المعكوس الضربي. تعال نشوف الواحد معكوس الضرب مين؟ 1/1 يبقى 1 و1، الصفر معكوس الضرب مين؟ تقول صفر على صفر، ما ينفعش، لان ما ينفعش اقسم على صفر، يبقى الصفر ده مش هيبقى زوج مرتب عندي، لان ملوش معكوس ضربي. -1 معكوس الضرب مين؟ -1 على ايه؟ هي 1/-1، يبقى دي -1 برضه، يبقى -1 و -1، خلاص كده هي دي العين اتنين العلاقة التانية. جبنا المعكوس الضربي والمعكوس، او جبت عين، عايز العلاقة اللي هي عبارة عن عين واحد تقاطع عين اتنين، نقفل هنا القوس. ايه التقاطع؟ اللي هي العناصر المشتركة بين هنا وهنا، ده العنصر الاول مش موجود هنا، تاني مش موجود، تالت مش موجود. يبقى عين بتساوي عين واحد تقاطع عين اتنين بيساوي فاي، مجموعة العناصر الخالية. ولا هي عين تمثل دالة؟ طبعا ديت مفيش فيها عناصر، مهياش دالة، يبقى عين ليست دالة. السؤال اللي بعد كده، سؤال رقم 31، بيقول ايه السؤال؟ اذا كانت س وص وكانت عين علاقة من س لص، حيث الف عين باء، تعني ان الف رقم من ارقام باء، لكل الف تنتمي س وباء تنتمي ص، اكتب بيان عين. يلا نجيب عين بتساوي، بيقول لك ان الف رقم من ارقام واحد، هل يعني ايه رقم؟ يعني ايه رقم واحد؟ يكون مستخدم في كتابة الرقم، يعني 1 13 3 1، يبقى 1 تنتمي لي، او ينطبق عليها التعريف، هيبقى 1 و13، والواحد مع حاجة تانية، 1 و31. طب الاتنين مع مين؟ مع 23، بيبقى يعني رقم يعني موجود مستخدم في الكتابة. مفيش بعد كده، 3 بقى مع 13، وكمان 3 مع 31، ما عادش
وتلاتة مع 23، ما شاء الله التلاتة دي محظوظة يعني معاها عناصر كتير. كتبنا مثل بمخطط سهمي، تقدر تمثله بقى، هتعمل سين كده وصاد كده، بين أي مما يلي الصواب مع ذكر السبب. 2 علاقة على 65، الاتنين مستخدمة في 65، يبقى ده خطأ. الواحد مستخدم مع في 31، صح. 3 مع 13، صح. اكتب بطريقة السبت ميم بتساوي صاد و23، بحيث ان صاد و23 تنتمي للعلاقة. طيب اكتب بطريقة السرد، اقول له ميم بتساوي ايه ال 23؟ هناخد الارقام 2 و3، بقول له 2 و23 و3 و23. هو بقول لك اكتبها بشرط انها تنتمي العين، يعني العناصر المستخدمة في كتاب 23 هيبقوا كماسكات، او اللي هو الـ2 والـ3. خلاص كده ننتقل للسؤال اللي بعد كده. بقول اذا كانت الف إذا كانت ألف سالب 1 2 1 وباء دال، بحيث إن دال تنتمي لطاء، يعني المجموعة ديت اعتبرها طاء طاء، بس هتاخدها كمسقط ثاني بقى عشان باء. وكانت علاقة من ألف لباء، أي باء كمسقط ثاني دي مسقط أول، تمام. حيث قالت سين عن عين صاد تعني إن صاد بتطبق العلاقة 2 س زائد 3، يعني هتاخد 1 من وهنا وتضربه في 2 تجمع 3 يديك لكل تديك ص. لكل س تنتمي لألف وص تنتمي لباء، وجد بين عين ومثل بمخطط سهم. عين بيساوي هناخد سالب 1 نعوض هنا، 2 في سالب 1 بسالب 2، نضيف 3 يبقى 1، يبقى نقول سالب 1 و1، لأن الواحد تنتمي لطاء. تاني سالب 1 في 2 بسالب 2 و3 1، 1 بينتمي لطاء يبقى 1 و1. الواحد 1 في 2 ب2 و3 5 يبقى 1 و5، 5 تنتمي لطاء. تاني 1 في 2 ب2 و3 5، تالت 2 في 2 ب4 و3 7 يبقى 4، اسف 2 و7، من 2 ب4 و3 7، وقف القوة. أوجد بيعين ومثله بمخطط سهم. طب ازاي نعمله بمخطط سهمي؟ أداة ايه؟ الألف مجموعة ألف، ألف ليه 1 سالب 1 و1 و2، ده بقى المجموعة طاء، فاكرها؟ بتبدأ بصفر و1 واتنين، 1 و2 و3، يهمنا بس الرقم 1 و5 والـ4 والـ6 والـ7 8 و9 إلى ما لا نهاية. دي المجموعة ب اللي هي هيبقى فيها كل عناصر طاء، لأن هو بيقول لك هي دال، بحيث إن دال دي تنتمي لطاء، يبقى كل عناصر طاء. انت ظاهر عندك كمسقط ثاني مين 1، يبقى هتاخد 1 لـ1 و1 لـ5 و2 لـ7، ما يهمنيش بقية العدد، تمام كده. هناخد بعد كده السؤال التالي 23، 33. إذا كانت س ص مع بين مع ذكر السبب أم أيا مما يأتي يمثل علاقة من س إلى ص، يمثل علاقة يعني جميع عناصر المسقط الأول تبقى في س، وجميع عناصر المسقط الثاني تبقى في ص. 1 و3، 3 و3، 5
هنا خمسة، في الخمسة دي موجودة في س، بديلة ليست علاقة. طيب اتنين مع أربعة، واحد مع تلاتة، تلاتة مع تلاتة، تلاتة مع تلاتة، وتلاتة مع أربعة. دي دي علاقة، علاقة دي ليست علاقة ودي ليست علاقة، دي ليست ودي علاقة. شوف السؤال اللي بعد كده. إذا كانت س و ع، س واحد تلات عين دل على س، يعني إيه دل على س؟ يعني بتبقى من س، س على عين س، يعني المسقط الأول من س والمسقط الثاني من س، يعني س عين س. وبيان عين أهو، ألف ب واحد خمسة. طيب ألف ومين وتلاتة، ب ومين وواحد، واحد ومين وخمسة، أوجد مدى الدالة. إذا كانت س، هو هنا بيقول إذا كانت س واحد وتلاتة وخمسة وعين دل على س، دل على س. بيان عين أهو، يبقى عين بيانها واحد وتلاتة، ب وواحد، واحد وخمسة، أوجد إيه المدى؟ مدى إحنا قلنا في مجال اللي هو عناصر س كلها، مجال مقابل عناصر ص كلها، المدى العناصر اللي ظهرت كمسقط ثاني فقط، هو بقى المدى، المدى ده هو اللي هو ده هو بيساوي المسقط الثاني، تلاتة واحد خمسة، تلاتة واحد خمسة. واقفل القوس. طب القيمة العددية للمقدار أ زائد ب، انتبه بقى، خلي بالك، هو بيقول لك عاوز أ زائد ب. اللي ظهر كمسقط أول معلوم هو مين؟ الواحد ده كمسقط أول، المسقط الأول ده وده أنا معرفهمش هما مين ومين، ولكن لازم التلاتة تظهر والخمسة تظهر، يبقى لازم لو ألف هتبقى تلاتة يبقى الباء خمسة، لو الباء هتبقى تلاتة يبقى الألف خمسة، يبقى قيمتهم سوا ألف وباء اللي هي تلاتة زائد خمسة، يبقى تلاتة زائد خمسة دي القيمة العادية لمقدار ألف وباء بتساوي تمانية. تمام. ننتقل بقى لأسئلة المتفوقين. أرجو الاهتمام بهذا الفيديو، احنا بنتعب فيه، وأرجو منكم الدعاء، والله الموفق للجميع. هنا أسئلة المتفوقين إن شاء الله، زي ما هنتبع هذا الأسلوب باستمرار، هنختار أسئلة اللي فيها شغل نشتغلها بس علشان وقت الفيديوهات ما يطولش. أسئلة المتفوقين: إذا كانت س بتساوي سالب اتنين سالب واحد صفر واحد اتنين، وصاب الفترة النصف مفتوح صفر أو النصف مغلق من صفر لأربعة، الأربعة مش تبعنا، الأربعة بره الموضوع، الأقل من الأربعة لما للصفر والصفر تبعنا، وكانت عين علاقة من س لص، حيث أ عن ب، عين ب تعني إن مربع أ اللي هو ب، يعني تربع الألف دي تدي لك ب، لكل ألف وتنتمي س بقى تنتمي، فاكتب بيان عين، يبقى نكتب عين بتساوي، يلا هو بيقول لك هتاخد الألف ده هي اللي هي سالب اتنين وتربعها، سالب اتنين في سالب اتنين بموجب أربعة، هي هنا الأربعة، لا يبقى احنا ما نكتبش سالب اتنين، دي مش هيبقى عندي زوج مرتب، يبقى السالب اتنين مش هيبقى تبعنا، لأن الأربعة بره الصاد، خلي بالك من الكلام ده، الأربعة بره مين؟ الصاد، يبقى سالب اتنين وأربعة دول لا ينتموا للبيان، مش هينتموا لبيان عين، حلو الكلام؟ خلاص ننتقل لسالب واحد، سالب واحد ربع سالب واحد في سالب واحد بموجب واحد، الواحد موجود في الفترة دي. يبقى أقول سالب واحد وواحد، بعد كده الصفر هتربع الصفر هيديني صفر، صفر وصفر، الصفر موجود عندي. الواحد واحد في واحد بواحد، يبقى واحد واحد،
الاتنين في اتنين باربعة، للاربعة بره مش عندنا، يبقى مش هناخد الاتنين، يبقى سالب، يبقى اتنين واربعة كمان ده مش هناخده لانه لا ينتمي للعين بسبب الاربعة مش موجودة في المسقط الثاني. اكتب يعني عين واذكر هل العلاقة دي عين دالة من سين لصاد ام لا، يبقى ليست دالة مع بيان السبب. ليه؟ لان السبب من سالب اتنين و اتنين لم يظهرا كمسقط اول، بس علشان كده ما هيش دالة. ننتقل للسؤال التالي في المتفوقين اللي هو رقم 36، بيقول إذا كانت عين دالة من سين لصاد حيث ألف عين باء، تعني إن ألف تقسم باء، ألف تقسم باء يعني إيه؟ يعني الباء دي تضاعفها، يعني هي جدول الألف. بمعنى لو الاتنين مثلا يبقى اتنين أربعة ستة تمانية، الألف تاخد يبقى ديت، لو اتنين يبقى ممكن الألف تبقى اتنين أربعة ستة تمانية وهكذا. دي معنى إن ألف تقسم باء، لكل ألف تنتمي وباء تنتمي. وإذا كانت سين اتحاد صاد بتساوي اتنين تلاتة خمسة حداشر أربعتاشر تسعة 35، وكانت نون سين عدد عناصر سين بيساوي تلات عناصر، ونون سين في صاد بتساوي 12، عدد عناصر حاصل ضرب الديكارتي اللي هنجيبه سين في صاد بيساوي 12. طيب عاوزين نجيب سين، عاوزين نجيب صاد، ونكتب البيان ونوجد المدى اذا كان الدال. يلا نجيب سين. السين ادي السين بيساوي سين، ايه اللي بيقسم، ايه اللي هيقسم باء، ايه الالف اللي تقسم باء. هتجد السين عند الاتنين هتقسم الاربعتاشر بس، والتلاتة تقسيم التسعة، يعني الاربعتاشر تضرب الاتنين في سبعة تدي لي اربعتاشر، تضرب التلاتة في تلاتة تديني تسعة، تضرب الخمسة في سبعة تدي 35، يبقى عندي السين اتنين وتلاتة وخمسة، ده ألف أهيت الاتنين والتلاتة والخمسة، يعني الألف دي تعتبر جدول مين؟ الباء. لما يكون الاتنين تبقى اتنين اربعتاشر، اتنين تمانية ستة عشرة اربعتاشر وهكذا، مضاعفات الألف يعني. طيب هو ده سين بتلات عناصر؟ سين تلات عناصر. طيب هو بيقول بقى دي مجموعة مين؟ سين اتحاد صاد، يبقى على طول بقى صاد بقى، يبقى الصاد طالما سين اتحاد صاد بتساوي العناصر دي كلها، هنشيل عناصر سين اللي هما الاتنين الخمسة والاثنين والتلاتة والخمسة، يبقى الباقي هو صاد. الباقي مين؟ حداشر وأربعتاشر تسعة 35. وإلا مش هيبقى سين اتحاد صاد بيساوي المجموعة دي كلها، يبقى المجموعة دي كلها عشان يبقى سين اتحاد صاد، أنا طلعت سين يبقى الباقي صاد، لأنه بقول الاتنين اتحادهم بيدي ده بدون التكرار طبعا. وكان نون سين بتلات نون سين صاد. طيب لو ضربت التلاتة في الأربعة عناصر أهو يدي 12، يبقى احنا شغالين كده صح. أوجد سين صاد ثم سين وصاد ثم أكتب بين عين بيان الدالة عين وأوجد مدى، يبقى نقول البيان نكتبه هيبقى اتنين بتقسم مش كده، اتنين ومين وأربعتاشر، وكمان تلاتة ومين وتسعة، وخمسة ومين 35 بس، الأربعتاشر مش هتظهر مع حاجة خلاص كده. ال 11 اللي ظهر 11 و14 و9، ال11 مش هيظهر مع حاجة 11. طيب بقى إذن كده هو ده بيان عين، دي فعلا دالة، ديت دالة بالفعل، دي دالة. عاوز المدى، المدى بقى قلنا المدى هو المسقط الثاني ل 14 9 35، ده مدى الدالة دي. ننتقل بعد ذلك للسؤال
بالتالي دي طبعا أسئلة تفكر، مادام فيها علامة صفر كده يبقى أسئلة إيه، إحنا بنعمل الفكر فيها، بنشغل الدماغ فيها. يلا ننتقل للسؤال اللي هو 37. والأخير 37 آخر سؤال في الأسئلة كلها هو المتفوقين. إذا كانت عين علاقة من س ص، حيث ألف عين باء تعني إن ألف مضاعف باء، وألف تنتمي لس وباء تنتمي لص، وإذا كانت نون س عدد عناصر س بأربعة، نون ص باتنين، ونون س اتحاد ص بتساوي الكلام ده، أول كلا من س وص يبقى دي عند الس بتساوي الأربعة مضاعف التمانية يبقى الأربعة، والتسعة مضاعف 27 يبقى تسعة، دي س. طب ص هو بيقول إن نون س بتساوي أربعة، طيب أنا ممكن ونون ص بتساوي اتنين، يبقى أنا عشان أوفي بالشروط ديت ممكن أخلي المضاعفات يبقى تسعة أربعة وتسعة وتمانية وسبعة وعشرين، دي س، لأن هم أربع عناصر ولازم يكونوا موجودين هنا، الأربع عناصر يكونوا موجودين في الاتحاد، أو هما الأربعة بتوع الاتحاد يبقى هما دول س. طب ص عدد عناصرها اتنين اللي هما هيبقوا بقى مين، التمانية والسبعة وعشرين، تمانية وسبعة وعشرين، علشان لما اجي اجيب المضاعفات الاربعة مضاعفات تمانية والتسعة مضاعفات 27، بس مانيش عاوز حاجة بقى عن كده، دول ملهمش مضاعفات. اوجد كلا من س وص، يبقى عرفنا دي نون س دي اربعة، نون ص باتنين، يبقى كده بتوفي الشروط، جبنا س جبنا ص. اكتب بيان الدالة، يبقى نقول له البيان بيساوي اربعة مع تمانية والتسعة مع 27، تسعة مع 27 ده البيان. وأوجد المدى، المدى قلنا هو المسقط الثاني اللي هو 28. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم الاهتمام والدعم والمشاركة، وجزاكم الله خيرا.